السلام عليكم. موعد مباراة نصف نهائي من دوري أبطال أوروبا، موعد وتوقيت القنوات الناقلة لمباراة الذهاب وأيضا مباراة الإياب. لا تنسى دعمنا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة، نستمر دائما معكم بالمزيد والجديد إن شاء الله. مباراة قوية منتظرة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونخ ضد فريق ريال مدريد. مباراة الذهاب تلعب مساء الثلاثاء 30 أبريل 2024، وتنطلق على الساعة 8 بتوقيت المغرب تونس الجزائر، 9 بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت السعودي. إذا كان هذا توقيت والموعد مباراة الذهاب نصف نهائي من دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبايرن ميونخ. الآن نتعرف على موعد وتوقيت وقنوات ناقلة لمباراة الإياب. مباراة الإياب تلعب على ملعب سانتياغو برنابيو مساء الأربعاء 8 من شهر 5 2024، وتنطلق مباراة على الساعة 8 بتوقيت المغرب تونس الجزائر، 9 بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت السعودي. القنوات الناقلة قنوات بي إن سبورت.